هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمسابقة موهبتك في البيت والتي نقلت من خلال برنامج خاص تم بثه عبر قناة البحرين، مشيدا سموه بما قدمه الشباب البحريني من مواهب متعددة في مجالات المسابقة والتي انعكست بصورة واضحة على نجاح هذا الحدث. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن إطلاقنا لمسابقة موهبتك في البيت يأتي ترجمة لتوجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لاحتضان الشباب البحريني عبر مبادراتنا المختلفة التي تسهم في تهيئة الأجواء الملائمة للشباب في إظهار طاقاتهم ومواهبهم في مجالات الحياة. وأضاف سموه أن التوجيه بإقامة هذه المسابقة في هذا التوقيت بالتحديد يأتي دعما للجهود المتميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية لتعزيز الإجراءات الاحترازية ودعم مبدأ التباعد الاجتماعي بالصورة التي تحقق شعار اللجنة نواصل بعزم في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبر الاستراتيجية التطويرية التي رسمها والتي تتضمن تنفيذ الخطط والبرامج التي تساهم في رفع مستوى وكفاءة الشباب البحريني، مؤكدا سموه أن مسابقة موهبتك في البيت تدعم هذه الاستراتيجية على الشكل الذي ينمي قدرات الشباب ويدفعهم ليكونوا قادرين على المشاركة والتفاعل بهدف خلق جيل شبابي قادر على بناء وتطوير مختلف المجالات في المملكة. وقال سموه نفخر بالطاقات البحرينية التي تؤكد دائما أنها عنوان التميز والإبداع في المجتمع، فالمسابقة عكست بصورة واضحة ما يتمتع به الشباب في مملكة البحرين من قدرات إبداعية يستطيع أن يوظفها في خدمة مختلف المجالات، مضيفا سموه أن الشاب البحريني يمتاز بالرغبة والطموح في بذل الجهود الكبيرة والمثابرة والإخلاص في العطاء من أجل المشاركة الحقيقية في بناء وتنمية هذا الوطن. وقال سموه نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شؤون الإعلام برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرماحي في تسخير كافة الإمكانيات الإعلامية لإبراز وإنجاح مبادراتنا، ونشيد بتفاعلها المميز بمنح مسابقة موهبتك في البيت مساحة إعلامية كبيرة على شاشة التلفاز عبر تخصيصها لبرنامج واستوديو خاص لنقل منافسات المرحلة النهائية. هذا ما ساهم بالتأكيد في نجاح هذا الحدث. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود اللجنة المنظمة وسعيها لإظهار هذه المسابقة بصورة مميزة والذي كان لها دور بارز في تحقيق الأهداف التي رسمها سموه لتنفيذ رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بالقطاع الشبابي وخلق منصة جديدة للمنافسة وتكوين جيل يتحلى بثقافة الاستثمار الذاتي وتشجيع الشباب للمشاركة التي تمنحه فرصة إطلاق طاقاته ومواهبه. وقال سموه دعمنا مستمر للشباب البحريني في المجالات المختلفة وسنواصل إطلاق المزيد من المبادرات التي تمنح الشباب المساحة والفرصة لتعزيز الثقة بالنفس وتشجعه لإظهار إمكانياته وقدراته وتدفعه نحو المشاركة في العملية التنموية لبناء وتطوير المجتمع. من جانبه أشاد سعادة وزير شؤون الإعلام عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعادة السيد علي بن محمد الرماحي أثناء زيارته للبرنامج الخاص بالمرحلة النهائية لمسابقة موهبتك في البيت بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالشباب البحريني من خلال دعم سموه للشباب عبر المبادرات الهادفة التي يطلقها سموه والتي تشكل فرصة حقيقية لجميع الشباب نحو إطلاق العنان لمواهبهم وكذلك تعزيز الثقة لديهم في امتلاكهم القدرات الإبداعية التي يمكن من خلالها المشاركة الحقيقية في بناء وتطوير المجتمع، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تسخير كافة
كافة الإمكانيات التي من شأنها إبراز وإنجاح هذه المسابقة وجميع مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مهنئا الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر للبقية في المشاركات القادمة. ما في شك بأن رعاية الشباب ورعاية الطفل دائما تأتي بتوجيه من صاحب الجلالة الملك المفدى لحكومة جلالته. المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر وبمتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد جاءت هذه المبادرة، مبادرة الشيخ خالد بن حمد للمواهب الشابة في البحرين. في ظل هذا التباعد الاجتماعي أتت هذه الفكرة، له منا احنا كجهاز إعلامي جزيل الشكر على هذه المبادرة وعلى هذا الاهتمام. ما يميز الحقيقة هذا البرنامج هو أن رغم الإجراءات الاحترازية تم تقريبا مشاركة أكثر من 300 موهبة، وهذه دليل على أن بالإمكان نحن نتخطى أي عائق في ظل أي ظرف. تنوع المواهب الحقيقة اللي شفناها كانت فعلا تستحق الظهور الإعلامي اللي يليق فيها، فجزيل الشكر حق الأخوة القائمين على هذا البرنامج. الأخوة في تلفزيون البحرين حاولوا يقدمون وسخرون وسهلون عمل هذا البرنامج. لجنة التحكيم الحقيقة تستحق جزيل الشكر، بذلوا مجهود كبير عبر تقييم أكثر من 300 موهبة، وهذه الحقيقة جهد يشكرون عليه. هذه بداية لبرنامج أتمنى الحقيقة استمراره ومشاركة أكبر عدد ممكن. ما يميز هذا البرنامج بأنه يمس الأسرة بشكل مباشر عبر مشاركة أطفال وشباب، متابعة أولياء الأمور لمواهب أبنائهم، فهذه جزء من عملية الشراكة الاجتماعية بين الأجهزة الحكومية والمجتمع. هذه المبادرة يعني أعجز كثر ما أقول إن هي قيمة ومهمة لشباب الوطن، وهي تسليط الضوء على مواهب. هذه المواهب تستطيع أن تعلن عن أصل هذا البلد وطيبة هذا البلد وقيمة هذا البلد في محافل دولية. هذه النوعية من البرامج تشجع الشباب وتدعمهم وتعطيهم فرصة في أنهم يظهرون للعالم موهبتهم، فبالتالي يصير هناك فرص أكبر لأنهم يشاركون في أعمال سواء كان مسرحية أو تلفزيونية أو حتى على مستوى المجالات الأخرى مثل الرسم والاستعراض إلى آخره. كل الشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الله يطول في عمره، ما قصر أن أتاح لي الفرصة أن أكون أحد أعضاء لجنة التحكيم في هالمسابقة اللي أبعادها كثيرة، أبعادها أن أنت تخلق جيل من الفنانين، جيل من المبدعين، جيل من الموهوبين البحرينيين، هاي كلها بيصب في الثقافة والفن والإعلام البحريني. ما شاء الله، مثل ما نقول أو مثل ما سمعت من الوالد الشاعر علي شرقاوي يقول البحرين مو بس بلد المليون نخلة، البحرين بلد المليون موهبة. أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة الطيبة التي احتضنت الشباب والصغار أيضا، ولجنة التحكيم أيضا اللي اختارتني ما بين المنافسين الرائعين. حقيقة كلهم كانوا في غاية الإتقان. ألف الشكر لكم كلكم، أيضا هذه مفاجأة أخرى قدومكم، ما كنت أتوقع أن راح تكون أيضا بجانب البيت، فشكرا لكم.